شاء الله، والله انك بريح يا بديح. جبت المبروكه بالظبيان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو سويت بها؟ قيدها قيدها. تضحك ها؟ قيدها قلنا لك. قيدها. شو؟ شو يعني هذا وهذا؟ ايش حق بعد تضحك وتهز راسك؟ صدق انك ما تستحي. شي تحسبني انه ما اعرف حق الارتياب؟ لا تشتغل عندي بعد. قيد الناقه شوف. والله لا قيدك على ظهرها وخليت تركض بك في هذه السيوح هذه. بشوفك يا ضياء يومي توزرتنا نور النظر انا خليتني. بسم الله عليك. ما بتعرف شو عملت؟ هيدي الست مرتك حطها سم بالحمام، بدها اياني موت. انا اكلت وياكم وما ياني شيء، وهذا بطني واموره طيبه. احنا امور بطننا بطيبه موليه. حشه عنبوا ما شذبوا لي هاليوم يقولون انه ما في شيء. لا تطالعيني كذي، تراني انا اكلت وياكم وما ياني شيء، ولا انا بطني حديد وبطونكم انتوا لا. بس هذه حرمه ولد دلوعه. الحين حرمه ولدي دلوعه؟ انا بعد دلوعه؟ زين يوم رايدي ولده ما اكلوا من هالحمام الخايس هذا اللي انت جايبنه. ولقعتي حسبي الله عليك يا عليا، حسبي الله عليك يا عليا. بلاك يا لس تحسب علي من الصبح، شو مستوي؟ حسبي الله على بليسك، شو مأشتني البارح؟ شو بطني عيزلي من عيسيل بطول ما اقدر ترقد. هذا شو ماكل البارحة؟ ليكون وانت من متى بعد تبيع وتشتري في الارتياب؟ اشوف كلكم قمتوا تبيعون وانت وسرحان. ها انتوا قبل لا تربون حمير. ايه ما عيب اذكر امستي كانها. ايه تربون حمير انتوا سرحان بعد الشو؟ ما عيبتني رمستك يا طناف. الحلال ينباع وينشرى وانا شراي، وكانك ما بتبيع ما حد ملزم عليك. عين انا وايد عيبتني رمستك. تبغى الصدق انا ما عندي ارتياب للبيع، وخاصه لك انت. خيبة يا طناف، من هاك السنين إلينا الحين وبعدك ما تدانيني؟ شو هالعداوة هذه؟ لا أخوي ما بعداوة، بس أنا من سنين راعي ارتياب. تشوف هذيك الناقة؟ إيه هذيك الناقة أنا بدخلها السباق وبتيب الأول. يقول لك الناقة اللي تسبق للشيوخ يعطون راعيها 100,000 وسيارة. عيل أنا استرخص يا أخوي. أنت ما برخيص يا ضاعي، نفع عليك. لكن اسمع أقول لك، اسمح لنا يا اخوي اذا غثيناك ولا شيء، اسمح لي. مسموح يا طناف مسموح، ما هناك زعل. والله يبارك لك ان شاء الله في ناقتك.
الله يسمع منك ان شاء الله. الله يسمع منك. هذه بالظبيان ناقتي، انت تعرف ظبيان؟ بتخبر عن ظبيان. على طاري ظبيان بقول لك شيء، لا تستعجل. كان غيرت رايك؟ قول. لا بمر عليك انا وسرحان البيت، وانا بعد حد من ربع. متى متفيج؟ سرحان؟ زين، حياكم الله في اي وقت، انا موجود في البيت. يلا في امان الله. انتهى انتهى. تعرف ظبيان؟ انتهى. وي بطني وي بس الله، بس ذبحتنا، الله يبارك فيك ذبحتنا. شو هذا الباب؟ ريحه زياده في خايز. هذا الافراد الحين يجي داخل مكتب، ما في زين، ما في تمام. يا خايز انا وحدين يردع، بس الله يبارك فيك ردع الريح الخايسي. قول امين. الله يبارك في الحمام واللي ياب الحمام. قول امين. امين. السلام عليكم. عليكم السلام. شم ريحة الخايسة هذه؟ آه هي سالته يا أبوي، انت شلك في الريحة الخايسة الحين؟ سريع إجلس يا ضاعن. ايش في وجهك مصفر كذا؟ ما بت يا ضاعن، ما بت، مول البارحة، بطني بطني يحسني حس. وأنا أقول ايش هالريحة الخايسة؟ يا ريال حرمة الطناف مطرش حمام البيت، وأنا أكلت شوية شوية يا ضاعن. سكاكين سكاكين ببطني سكاكين. شو بيم الخير من ورا طناف؟ طرشتني له ويا ليتك ما طرشتني، ردني خايب. افا لا تقول. ما طاع سرحان يا اخوي، انا عندي معرض سيارات واموري الحمد لله طيبه، شليب سوالف الرجال. وطناف انا شبعان من سوالفه من ايام المدرسه، لكن انت اللي بلشتني وياه. وحدين هات شاي حق عمك ضاعن. الشاي مشكور عليه، انا عندي جماعه يتريوني في المكتب، وانت بطنك يعورك. لا تستعجل يا ضاعن، لا تستعجل، الامور طيبه وبتمشي، بس يبالها شويه مسايسه. سرحان انا ما اعرف اسايس شراتك. ضاعن الفايده زينه والخير ترى يعم. لو تحيد من وراه فايده كان ما طرشني صوبه. لكن بخبرك، لحقني لين السياره وقال يباني في موضوع، وبيني البيت وبيبك انت وياه. شو عنده؟ هي ذكرت ذكرت، بس عاد هيد لي شويه بدش بيت الراحه. محدين هاد شاي. سير بيت الراحه، هاي الفايده اللي بتحصلها من ورا طناف. يود بطرك شاي يا رب شاي. يا الاستاكل تون عقب ما سدحت العيال واختك. وانا شو ذنبي؟ تراني انا ما اكل وياهم، وبعدين تامنوا هاي العيال، ترى اللي حرمتك وحرمت ولدك، وهذا يا ابوي حريم ويدلعن. لا يدلعن ولا شيء، الا انت بطنك كل شيء اول ما لو تحط فيه حصى ما يعول. انا ابوي يا من مصر، يا بنا حمام ميت صدق يوم قال نسيبك هذا المثل. يا مال الغراب ياب لمه، شو ياب لمه بعد؟ شو المثل ها؟ الحين انا غراب؟ هذا وانا البارحه جاي؟ كانكم تبغوا تروغوني من بيتكم. اليوم الصبح سمسوم ما خلى فيه شيء، طاح بيت شتيت. ارحموا عزيز قوم الذل. انت خلي عن قوم النذل، من باكر رسيل البلديه وتطلع لك بيت. بسالك انت، ليه متى بتب انت وحرمك عندي جالسين في البيت؟ يا النسيب الحين انا وسمير وام سمير مضايجينك. انا ابويا ما حرمتي سوت دخون ويا حرمتك، وسوت لك محاشي واكلتك. وسمير حليل السمير
يحبو ويلهو عدالك، ولا تكبرت علينا يا النسيب؟ مثل ما قلت لك، سر ادور لك بيت، ولا عيب انك بس يا تاكل وتشرب بلاش. يا ربي انا هالمعاير ما داني يا اخوي، تراني انا جدمت في البلديه، كل مره يقولوا لي الدفع الجاي الدفع الجاي الدفع الجاي، يوم بيطلع لي بيت بظهر. زين، من دامك ساكن عندي في البيت لازم استفيد منك. تستفيد مني؟ هي انا اشتريت ناقه سبوق، وابغيك تخبر لي شو الطعام اللي بنعطيها اياه يكون تسبق. ما يحتاج تخبر لك يا ريال، هات غرشه عسل وغرشه سمن اصلي، وعطى سمن وسح وعسل بس بقياس، وسوي لها تمارين صباحيه كل يوم، ويجيب واحد فاهم في الارشاب يدربه. سمسوم؟ ولدك سمسوم؟ هيه سمسوم ولدي. شو تحسب انت سمسوم؟ سمسوم طالع على عمه راع ارشاب. ومن متى عمه استوى راع ارشاب؟ انت ما تذكر هاي السنه بعدك انت ياهل، يركب على الناقه وهو واقف ولا يطيح. بس على طاري سمسوم، ترى محرج عليك. خلي حرج، جيت حراني زايغ منه. انا خاله ولا هو خالي؟ سامحيني فديت روحك يا علي، والله ما بعرف ايش اقول لك، انا بروحي مفتشله، حتى انا ما بت البارحه والله. انا الحمد لله يا غبيشه زينه، صدق انه بطني يعورني بس اخاف من السرحان. سرحان ما بات البارحه، والحين بيرد من الشغل بيحشرني. السموحه منكمن، والله ما ادري ايش اقول، مالي عين حتى طالعت يا اختي، حتى لوسي حليلها رقدوها في المستشفى، وسمسوم راد البيت شال سكينه بيذبح خاله. عين ابو هذا شو جايب لكم سه؟ حليله هو هب قاصد، لكنه حطن في الشنطه وخاس. شو؟ شنطه؟ هي وابغي عندك يا عندك يا لا تقبض بريك. بس ما تجتني، طالع على بنوتي طالع على بنو شري شري. ها شري عرفوا؟ بس سلسين الولد الخالة خسر له. صبر يا ريال صبر يا نجمك، صبر بوي سرح انت المستشفى ويجيب حرمات، اذا صاحي خلاص يبها خلاص. ما عليك راد اللكر وين بس عادي، ما عليك بس عود بالله يا شري. أقول لك أخويتي. نعم. أقول لك أعرف وحدة عيوز. إيه. ما شاء الله عليها تمسح. ويقول لك ديها مبروكة. مرة من تمسحش تحملين. دخيلك يا غبيشة، وصليني لها، وإن شاء الله إذا الله رزقني بياهل وحملت بعطيك اللي تبغينه. جزاك الله خير، أنا ما بغير سلامتك. أقول لك أخويو، عاد أنت عاد سامحيني على سالفة اليوم. مسموحة مسموحة يا غبيشة، وحين بخلي الدريول يوصلك. ما قصرتي جزاك الله خير. أقول عاد يا أخويتي، أنت الله يهديك طول هالسنين ما فكرتي تتعالجين، الحين شو يا كم عيزتي بين ياهال؟ منو عيزت؟ الناس يقولون يا أختي الناس الله يهديك، ولا أنت بعدك ما شاء الله عليك شباب، عتعرفين أختك لسانها يبالي قص؟ الناس يقولون؟ برايك كان بالسيرين الدريول المشغول. زعلت؟ تو الدريول بيوصلني، حق شو حين غيرت رايها؟ كذا مقيوله الصدق يعور، لكن صدق عيوز وتبغي تسوي بني بعد. يا ريال كسرت الباب، قلنا لك سمسوم سار العين. احلف. شحق احلف؟ يعني انت صدقت بيدعم خاله؟ تعال يا ريال تعال يمزح وياك. وين يمزح وياي يا ريال؟ هذا بينور حط السياره في ظهري خبلها بصاحي. والله باثنينكم ميانين انتو، تعال 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 بسولف وياك، بسير وياك تعال. يا كلب حسبي الله عليه من ولد،
برد الماي في بطني، انا روحي فيه نقرص مارو مربع. شو بيك؟ نقرص. اقول لك من كثر ما تاكل حمام ما خليت حمام في الفريج، ما كليت انت وين سابق. يلا خلنا نسير. وين بسير؟ الله يسلمك، بسير طالع الفله. سرحان كل يوم يكذب علي، يوم اسيل له يقول لي شرد عني المقاول. الحين بنسير بنشوف كذبه، من شفنا المقاول بنربطه، واذا ما شفنا المقاول شفنا سرحان بعد بنربطه لين يجي المقاول. وانتم ولدك ما عندكم الا التربيط وتدعيم. اركب. أكثر من مرة أشوف هالصغيرة تيجيني وتعطيني حلاوة، منو طرش لي هالمكاتب؟ أمي الله يهديك، يا بس تنازعيني كم ياهل؟ لا تلفين وتدورين علي، خبريني منو طرش لي هالمكاتب؟ قلتي خلاص؟ كبرت؟ ولا حد يروم يردني؟ لا ترمسين، ما عليه، أنا بعطيها المكتوب حق أبوك وهو اللي بيطلع علومك. دخيلك أمي، دخيلك، ما أقول لك كل شيء، والله ما أقول لك كل شيء، بس نازفتيني. فضايح؟ هالسالفة فيها فضايح؟ يا ربي. الو الو يا ربي، الو 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 الو, ألو تسمعني يا اب؟ اثبت محي الدين، اثبت، ما في ارسال. الو زين كذي انقطع الخط. سرحان انت شو سالفه؟ ساريا ويالس ترمس بالتليفون، هذا جلن على ظهره وانا جالس ارمسك. يا ابوي انا ارمس عشانك يا طناف، اكلم المقاول عشان يخلص بلدك. انا ايش لي في المقاول؟ بيزاتك وماخذنهن. شوف هذا الكلام مبعدل، انا صح اخذت فلوسك بس مو بكلن. استولت هذا بعاده، انا هذه الرمس ما دانيها، نسيت يوم تاخذ الناقه وتخصم من قيمتها وترد لي 5000 ربيه. ذكرك الله بالشهاده يا طناف. يا اخوي شو تسوي؟ ترى مخه كم بيتذكر. سبحان الله، هذا انسان سمسم بني ادم. كل تبن سامحنا يا طنا. مثل بني ادم، شاهد الثعلب عجلته. عيل يوم تذكرت، اسمع اقول لك، يوم تذكرت اكتب لي ورقه اللي اني انا ما امن فيك. ان شاء الله. حاضر، من العين هاي قبل هاي، ذهب ذهب الورقه. اللي اقول طناف نسيبك بلاه، من يا وهو يارس في السياره ما نزل في شيء. نسيبي طال عمرك متأثر من عشاء البارحة. عشاء البارحة أثر يا أهلي أنا. على طاري العشاء، ترى اليوم عشانا نصاحبك ضاعن. صاحبه الجن جايني يبغي يشتري الناقة، الحين استويت أنت وهو تعرفون حق الارتاب دنيا. خل عنك هالسوالف، خل عنك هالسوالف، أنت ريال خير ويمكن ويك يكون في خير حق عيال المفاريح، مع أني أنا عارف أن سيارتنا هاي ما لها لازمة، بس ربك يمكن يسهل امورنا. شو بعد هاي التساهيل؟ اسمع طناف، امهلني شوي، لا تستعجل علي، بارك الله فيك، صدقني ان فيلتك هذه بتستوي من احسني وبخميل الفلل. يلا عاد اسمح لنا، نحن بنروح عندنا شغل. يلا طف طف طف. اقول سرحان يوم بتوصل عنده سيارتي قول حق فاضل ياك. اقول لك هو قدامي وانا اروحها بالسياره، مني، لكن ابوي الله يسامحه وقفني، دش عني الجيك داخل البيت. حرام حبيبي، هو ما ذنبه، بس الحق هيدي الحي مرته، كم بدها تموتني. شو بعد ذنبه ما ذنبه؟ الحين انت ما قلتي انتقمني ما انتقمني، ولا غيرت كلامك الحين؟ سمعيني عاد، انا ما عندي خالي وعمي، ما عمي اللي يرش المرده بماي ارش الدم. تقبرني شابه داي. ها شو يا جيتي انصدحتي على الصيد مره واحده؟ حبيبي تعبانه من غسيل المعده والاوبر اللي عملوا لي اياهم. تعبوك الاوبر، زبده متعوده على الدلع. يا دلع. حبيبي ما تغني، عم يجعني راسي. شو ما يجعني راسي؟ الحين انا ما عندي سالفه يا ساده اللعج، كنت بشتغل خالي وكنت بنسجن مؤبد وتقولي لي بيجعني راسي؟ تقبرني شو عصبي. خلص حبيبي عم بمزح معك، ما عم يجعني راسي، وهيدا نسيت رجعت. حريم ما تور الا بالعين الحمراء. ويا دلع يا دلع الله.
سمسوم خبرت الشباب اللي قلت لك عنهم؟ خبرتهم وقلت لهم سيروا على طول بيضاعن. حيل يلا لحقناهم. لا 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 ابوي انا ما فيني سيره. لا تقول لي عليك زام. لا لا ما عندي زام، بس بجلس اسولف يا امي شوي يا لوسي. شلي بصدعه الراس انا عندكم سرحان وضعنا هالشواب. زين عندي لك طلب. شو؟ تسوي حجره خالك وتحب على راسه وتستسمح منه. ابوس راس منه؟ خالك. ابوس راس خالي هذه سالفه هذه. ولو انه ما يستاهل بس يلا ما دام المرندة بخير بس نبوسه على هالخشم هذا. صبر صبر خل خشم انت سر حب على راسه سر ان شاء الله نبوسه على راسه. شوف البيوت شوف البيوت، هذا مطبخهم كبر بيتنا. ايام ايام الله يرحم ايامك يا طعن، كان ساكن في عريش ويوم يجيه المطر يغرقه هو وعياله. الله يرحم ايامك يا طعن. شوف الحين شو سوى. شوف شكله ما عيبك في نسيب المستقبل. يا الله انت خليك من السوالف هذه، عامر تاخر علينا بعد ما وصل. يا اخوي ذبحتنا بهالعامر، تقول راكب من حذرين، لا طناف ولا سرحان وصلوا. ايش فيك انت مستعيل جاي بني هني بسرعه؟ انا مو مستعيل مو مستعيل سهيل، لكن خايف عامر ما يدل البيت. ان شاء الله بدل. ايش فيك انت؟ اصبر شوي. ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك. ما دام الحين انت بخير قومي عاده تلبسي وبنمر على عليا تبى تطمن عليك. انا بدي اروح لعندا، هي لازم تجي تطمن علي مش العكس، هيك ما بيصير. يصير حبيبتي، وبعدين يا حليله هي بروحها تعبانه، هذه لنا ناس تجار. ايه ونحن المعطرين لازم نروح لعندهم. منو معطري؟ وين؟ خالي وين؟ سمسوم يا امي دخيلك كله ولا خالك. الله خليك يا امي دخيلك حياتي، ما تضيع حالك كرماله. بلاكم انتو، سالتك سؤال واحد يا امي، اخوك هذا الجيك وينه؟ اكيد من خشف الجحر ماله. دخيلك عم ترح يقتله يا امي، تعود من ابليس. شيطان شاطر ما مات. عن جد شيطان المجرم ما مات. طلبتك الشيمة يا ولاد الشيمة، الله يخليك خالك مالك خص فيه. دخيلك عادل وبيها هذا قبله ما تصاحي ماما. شو ايش بلاكم انتوا الحين؟ ما بيستوي شيء ما بيستوي، بصير ابوس على خشمه وبراضيه. لا 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 أضني خشمك شوية. شو؟ خشمك. لا خشمي لا شيمة لا خشمي خشمي لا خذوا منا لا عدني تعال قصري وي ما بلنا خشمي. كيفك لا تعطيني خشمك. وافق وطيع الشور. ها طيع شور سرحان ووافق يا طناف. ها انا ما موافق مني ولا تطرولي هاي السالفة مولي. يا ربي طناف وافق وافق يا طناف. ها طناف الخير يا عم وافق يا طناف. ها